وفي هذه الأثناء نرحب بكل من جمال جبلي وأشرف بن عياد من أرضية ملعب برنابيو. أهلا بكما جمال وأشرف. يبدو جمال بأنك بالفعل أحسنت وفادة وأيضا ضيافة أشرف بن عياد اليوم في الكلاسيكو بعد هذا الكلاسيكو المصغر بينكما. أكيد زميلي وصديقي. طبعا نحن على تواصل. شكرا على الاستقبال أولا. شكرا. نحن على تواصل دائم ونحن دائما نسعى للعمل بالتنسيق بيننا طبعا. وخصوصا باحترافية. الكثيرون نحن يعني من باب الدعابة يقال برشلونة وريال مدريد. نحن نمثل بي إن سبورتس في الأخير ونحكي الوقائع كما هي جمال. نعم بالفعل. والواقع اليوم أن برشلونة كان أقوى أو عرف على الأقل كيف يستغل ريال مدريد. هو الذي ترك أو بالأحرى عرف كيف يمتص حماس ريال مدريد وقوته في المرحلة الأولى قبل أن ينتظر ساعته التي أتت. كان لا شك يعتقد بأنها آتية لا محالة فأتت بشكل هدف أول. فاجأ كثيرا ريال مدريد خصوصا في طريقته كيف تمكن راكيتيتش من اختراق الدفاع كله والجميع كان ينظر إليه. ثم كانت الخاتمة سهلة جدا بين لاعبين من الطراز العالي خصوصا لويس سواريز. أما الهدف الثاني فقد كانت لقطة كان ربما من الأجدر من لاعب محترف مثل داني كارباخال أن يتركها تدخل. ستكون هدف لكن ريال مدريد كان سيواصل المباراة بأحد عشر لاعبا أحسن من رمية الجزاء. أتت بهدف وأنقص الفريق من خدمته هو الذي طرد بعد تلك اللقطة. على العموم الشوط الثاني ميز برشلونة كثيرا. برشلونة تألق في الشوط الثاني. بالبردي عرف كيف يقرأ المباراة بعد الاستراحة. والبرسا الآن وسع الفريق إلى 14 نقطة. ونقول 14 نقطة في انتظار مباراة مؤجلة لريال مدريد. لكن كل اللاعبين حذام يرفضون موضوع حسم الدوري. صحيح هي خطوة كبيرة جمال. لكن نحن شاهدنا قبل موسمين جمال بأن البرسا تعثر كثيرا حتى حسمت الليغا في الجولة الأخيرة. سنة قبل الماضية حينما وصل زيدان بلغ الفريق أعتقد إلى 13 نقطة ثم تمكن في المرحلة الأخيرة من الفوز وبفارق نقطة واحدة. لكن دعونا نقول الواقع لأن الواقع اللاعبون يقولون ما يرونه مناسبا. صحيح. احتراما للمنافس. لكن أعتقد بأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون بأن 14 نقطة حتى وإن أصبحت 11 نقطة وهو موارد جدا لكن 11 نقطة مع برشلونة لابد عليه أن يسقط أربع مرات دون أن يسقط مدريد ولا مرة واحدة وهذا صعب جدا. نعم ربما جمال وأشرف تشاطران الرأي بأن الكل يركز الآن على المنافسة بين برشلونة بين ريال مدريد الغريمين. لكن لا يكفي هذا لأنه سواريز مثل ما تبعنا حذر من الملاحقين أتلتيكو مدريد وفالنسيا. وطبعا هذا يترك على الأقل هذا التنافس وهذه النكهة قبل قتل على الأقل لنقل لقب الليغا ومصير الليغا من الآن من منتصف الموسم. سأجيبك بسرعة وأترك أشرف. لا شك أن لديه إجابة أخرى. بالأمس سئلت نفس السؤال. قلت بأن الليغا ستكون بين ريال مدريد وبرشلونة لأنني في قرارة نفسي وأعتقد أشرف يشاطرني الرأي. فالنسيا وأتلتيكو مدريد غير مستقرين من حيث النتائج. هناك اضطراب كبير من حيث النتائج وقد أكد قولي. صح. فريق أتلتيكو مدريد حينما خسر في إسبانيول هو الذي كانت الفرصة أمامه متاحة في حال فوز ريال مدريد وفوزه هو في إسبانيول أن يقترب إلى 3 نقاط فأضاع الفرصة وتعمق الفارق. صح. مرة أخرى بينه. صح. وبين برشلونة. وكما قلنا في أكثر من مناسبة حذامي كان استثناء بالنسبة لأتلتيكو مدريد تتويج بلقب الدوري لأنه جمال توج في الجولة الأخيرة بملعب الكامب نو. ومن الصعب جدا على هذه الفرق في الوقت الحالي إيجاد النفس الطويل خصوصا في ظل صراع مسألة نفس ومسألة تشكيلة لأن ريال مدريد وبرشلونة حتى وإن في البداية قيل بأن برشلونة تنقصه العناصر مثل ليكون لديه فريقين مثل ريال مدريد.
لكن أعتقد بأن الآن فالفيردي هو الآخر على غرار زيدان السنة الماضية والسنة قبل الماضية، وجد التوليفة الملائمة وأعطى الفرص للجميع وأصبح يستخرج ما أمكن من كل اللاعبين، خصوصا بعد الحلول مثل باولينيو مثل أليش بيدال الذي أيضا سجل اليوم. لهذا هذه الحلول كان يفتقد لها برشلونة الموسم الماضي مع لويس إنريكي. نعم شكرا لكما، سأترك المجال الآن أكيد أشرف سيحتفل بفوز برشلونة وهرد لك جمال. لا أنا أحتفل بضيافة جمال جمالي لا أكثر. لا شك ليس هناك أي احتفال. شكرا لكما.